وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائلة تسأل إن إسي جوز إتم غارت أتقرأ القرآن جهرا اختقمي اختكر المكان تنا اللي غلى المحارم تبدو تنا زون تروان عميك تروان خاليك وين رجل المحارم الأخت الكريمة المحارم تنيقان ويلي ورجوزنين داوين تمغات زون دباس عميس خاليس قماس يوس أرقزنس ودي قال المحارم تمغات إما كل ما نرقز أوري جوزن أيوي تمغارت الشرع أنو راسيكي المحرم يقيس الأجنبي أرتبدو تغيوس نعميم ديوس نعمتيم يوس نخاليم يوس نخالتيم سفلا وينو رام قيل الأجانب وبالتالي أرقيل المحارم عادي المد نوريس الجواب إسي جوزياد اللي تمغارت أتقرأ القرآن وخديس فريد المد اللي قاني الأجانب نغدوهن عام جائز أرقيسي حتى كرا الإشكال وإلا كتنين لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله فهذا غير صحيح منقوض من أصله أرك دختين كلام المرأة صوت المرأة عورة هذا غير صحيح غير صحيح ماشي على إطلاقه والدليل على هذا أن تمغارين الصحابيات منهم أمهات المؤمنين تمغارين الرسول صلى الله عليه وسلم غير موسم الحج ارتفع عن الصوت نسن التلبية لبيك اللهم لبيك رسن سفريدن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك يجوز تمغارت أتظل استمغارين يدني ترفع الصوت نص كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يزريان الدور غيض غيات زنق تسفل ديات تمغارت تقوى من ليلة القرآن جهرا أرسك يسفيد النبي اسمه غرس يسقسين الناس ما تغطى إن الناس الحولة بنت تويت الحولة بنت تويت الحولة بنت تويت إذن جائز للمرأة أن تقرأ القرآن جهرا ولا حرج في ذلك والله أعلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يعني المكالمة السؤال الثاني المكالمة مع الأجانب في التليفون والجروبات والمجموعات وغير ذلك يسي جوزي تمغارت سواء التليفون سواء الخاص ولا الجروب سرجال الأجانب الجواب التملى وري جوزي تمغار تفتح الخط انت ديانو الركاز اللي وريكين المحرمنس نعم اتصص باس قماس عميس عمتي يعني خاليس قماس الربيبنس ما فيه مشكل أرجاز نماس ينصح ان كان ممكنا فلا اشكال ولا حرج في ذلك ولكن باش تسول تمغار دو الركاز الاجنبي لا دو الركاز الاجنبي لا شكون كان يقصد الدرائع خصنا نقم الدرائع لان غيكشم يعني الشيطان. اما السؤال الثالث ناتي درسيات عمتيس تتنفلس الخير تعاود قيسف والكيت انك تعزخ درس الله يجازيك بخير رقيت تهلا مزيان ريت حسان ولكن المشكل اللي لان تنقماس عمتيس ربما اللي هو عميس ولا ميسيكا تنك ورا التيرين غمكان الى درجه ان تمغرت اللي هي عمتيس عرف لاس نتسكدوب عرسنا نستي تزيد عرسنا نور تزريخ بمعنى الاغراق جيستكر كان لي حسن في لاست سنتان نايسي جوز غونش كان يغدو لي جوز وهي التما الكاذب وري عدل الكاذب وري عدل الكاذب على طول السنة على طول العمر الانسان ولكن بزاف يتمقر الاثم الكاذب غزل رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري رتيني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه إنك النبي صلى الله عليه وسلم والنوري في القول الزور شهادة الزور والزور هو الكذب إنك هالنور درس ربي سبحانه وتعالى وري بلا الصيام زونه كان يفطر ولذلك عد العلماء من المفطرات المعنوية هو الكذب والغيبة والنميمة والقول الزور وغير ذلك فلا يجوز يسكيس الإنسان لاش تمغار تعمدي تفرد الوجود نس ما تقيسي لان يعني ياتنا راه رسس حسنخ ولو راه كل انسان استاذ حسن ولكن باش تسكير كيس الانسان يقصد بنادم لا حتى مدنادتني هضر بلاش اتقان حجرات عطره في الطريق ارتقال العرقله يمد لي تقارين اللي سكرينا فولكي ارتيل بعد مدنادتني هضر ربي ولا سكرنا فولكي ولا تيرينا تخاني وانا سكرنا فولكي واش كان